رؤية الخير حملة للمعونة والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم تنفذها قناة رؤية بالتعاون مع عدة جهات داعمة. وفي اليوم 22 من الشهر الفضيل نروي لكم قصة السيدة أم أحمد. عندي 8 بنات وعندي ولد صغير بالمدرسة عمره 16 سنة بس، يعني أنا مسؤول أم عن 10 بنات وعن ولد، يعني أنا عائلة 10. وما في اللي بتصرف علي بنت واحدة. شو بتشتغل؟ بتشتغل مراسل. قد ايه بيجيها دخل بنت؟ يعني فوق ال 200-250 هيك شيء. للعائلة كاملة؟ للعائلة كاملة، ودوب دوايا، عندي سكري، عندي مرض القلب، عندي ضغط، عندي المعدة، يعني في الشهر بدي فوق ال 100 دينار دواء لهذا للأشياء اللي عندي، بردي. الباب فش، باب مكسرة، ما في. وهذا المطبخ تفرجي، المطبخ مو صحي. طلع الغاز، طلع شو حاط على الشبابيك، ما عندي دخل، تفرجي، صوروا. ترى هذا يعني هاي عشتنا، تفرجي، يعني هذا الوضع. مقطوع المية صار لها علينا سنتين. كيف متراكم عليكم فواتير؟ فوق الألف. أنا بناشد جلالة سيدنا بذاته أبو حسين الغالي اللي الله يديمنا بعمره، إنه على أكل بيت اللي نتقوى أنا وفيه وأنا وهالولاية.